وقد جاء في الحديث المتواتر الذي ذكره السيوطي عن 9 من الصحابة في قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، وذكره الكتاني في النظم المتناثر في الحديث المتواتر عن 9 من الصحابة، ومن ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. والمراد من لا يرحم أي الناس، كما جاء في البخاري ومسلم من حديث جرير بن عبد الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. هكذا بين لنا الرسول أن رحمته سبحانه مهدى ومعطى منه سبحانه لمن يرحم. الرحمة التي يريدها والتي شرعها ودعا إليها للرحمة التي يكون فيها التحكم على الخلق والعباد والسير بهم إلى ما فيه الضرر والإفساد عياذا بالله. هذه الأحاديث وقد جاء بلفظ: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من حديث عبد الله بن عمرو ومن حديث ابن عباس. ارحموا من في الأرض، ولفظ من في الأرض يشمل رحمة الجن والإنس ورحمة الكفار ورحمة الحيوان إلى غير ذلك. الرحمة للكفار بالضوابط الشرعية، والمراد بها أن يسعى المسلمون في إنقاذهم من الكفر وفي تخليصهم من ذلك ببذل الأموال وبذل ما يستطيعون من أجل إنقاذهم من الكفر